مع بدء العد التنازلي لتوديع شهر رمضان الفضيل، لا تزال الخيام الرمضانية تحتفظ برونقها ورواجها باعتبارها إحدى المظاهر المميزة للشهر الكريم. وبالرغم من مقاربة الشهر للانقضاء، إلا أن الجهات المعنية في مملكة البحرين مستمرة في التشديد على الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة داخل الخيام، سواء السياحية منها أو الخيرية أو الخاصة. ظاهرة أصبحت متزامنة مع حلول شهر رمضان الفضيل وليس سواه، وهي ظاهرة انتشار الخيام الرمضانية في مختلف أحياء البحرين على اختلاف أحجامها ومستوياتها وأغراضها. هذه الخيام سواء كانت تابعة للمساجد أو الجمعيات الخيرية أو الفنادق أو حتى الخاصة المملوكة للعائلات، أصبحت عنصر جذب لجميع الفئات العمرية كبارا وصغارا. والله احنا متعودين يعني في رمضان، شهر رمضان الكريم، يعني متعودين ان احنا نتيمع ونحط الخيمه سنويا كل سنه من رمضان. يعني هذه يعني من الاشياء القديمه اللي اخذناها من ابهاتنا واجدادنا، هذه الاشياء الحلوه يعني. ويبدأ الناس في هذا الشهر الكريم بالتجمع في الخيام الرمضانية بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى موعد السحور. والله الأنشطة اللي سلمك اللي مارسها هي من ضمنها البيت والكيران، وعندنا بعد من ضمن الأنشطة يعني المسحر، شغلات المسحر كانت مهمة على يوم أجدادنا الأوليين. من صلاة التراويح أحضر الخيمة وفي محاضرات دينية واستفيد من هالخيمة، يعني استفادة كاملة من محاضرات دينية. اشتراطات الأمن والسلامة التي وضعتها إدارة الدفاع المدني للجمهور لتأمينهم وتأمين استخدام الخيام الرمضانية تعد من بين أهم عوامل إنجاح هذه الظاهرة الرمضانية المحمودة واستمرارها، خاصة في الخيام التي تتواجد فيها أدوات ومعدات قابلة للاشتعال. من الشروط طبعا المطلوبة في خيام تبع الفنادق او ما يقال لها الخيم السياحيه، ان تكون طبعا الخيمه او قماش الخيمه يكون من مواد قابل يعني مقاوم للحريق، او تكون مرشوشه بماده تكون يعني تمنع نشوب الحريق في قماش الخيمه. كذلك ان يكون فيها مخارج كافيه، تكون الاسلاك الكهربائيه موصله بطريقه سليمه، تكون في طفايات حريق، طبعا صندوق اسعافات او على الاقل يكون متواجد في الخيمه. الاشتراطات اللي تخص الخيام في الفرجان قد تكون اقل، يعني طبعا وجود العدد القليل من يعني متواجدين في الخيمه، وتكون الاشتراطات اهم شيء ان احنا يعني ننصح الشخص لما يجينا ان الخيمه يضع في موقع سليم وتكون متوافق طبعا من البلديه بالموقع اللي هو بيخليه، يبقى طفايات حريق فيها. نفس الشيء طبعا اذا كان هو بعض الاخوان يحطون مكيف وكذا وتوصيلات، لابد ان تكون يعني التوصيلات الكهربائيه سليمه، وتكون الاجهزه الكهربائيه يعني بالنسبه حق التيار الكهربائي اللي بيها تكون يعني تناسب له، يعني مثل ما يحط مكيف وبعدين يمد له سلك اقل من التيار الكهربائي قد يؤدي الى طبعا التماسات. الخيام اللي تتبع الجمعيات نفس الاشتراطات تكون مشابهه بالفعل. تمثل الخيام الرمضانية صورة من صور العادات والتقاليد العربية الأصيلة واستذكارا لتراث الآباء والأجداد، مع قليل من التحديث لتتواكب مع متطلبات هذا الشهر الفضيل. عبد الله بطربوش من داخل إحدى الخيام الرمضانية لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.